الجيش الليبي يواصل تقدمه في درنة ويعلن تحرير المدينة بالكامل خلال الساعات المقبلة. قوات الجيش تقوم بتطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة. تنظيم القاعدة المنضوي تحت لواء ما يسمى مجلس شورى مجاهد درنة تلقى ضربات موجعة. فقد تمكن الجيش الليبي من اعتقال المسؤول الأمني بالتنظيم يحيى الأسطى عمر، وتم استهداف مفتي التنظيم عمر رفاعي سرور خلال المواجهات التي دارت بمنطقة شيحة آخر معاقل الإرهابيين في درنة. الجيش الليبي يقتلع جذور آخر معاقل الإرهاب في شرق ليبيا. هذا جيش ليبيا كله.